يا ترى اعمل حلقة ايه؟ يا ترى اعمل حلقة ايه؟ يا ترى اعمل حلقة جديدة تكون عن ايه؟ الله الله الله، ايه ده؟ شيتو، ازيك يا شيتو؟ ولا انت اللي جابك هنا؟ امشي قدامي دلوقتي عشان بص انا خلاص انا مش طايق نفسي وعارفيتي الدنيا بتنطر قدام وشي. ليه كده يا شيتو؟ ايه المعاملة دي؟ انت بتعاملني كده ليه يا عم؟ وانا مالي يا لمبي؟ طب انت قاعد طيب يعني بتفكر في ايه ولا في ايه؟ مالك قاعد ليه كده؟ مفيش يا سيدي، بقالي ساعة قاعد عمال افكر موضوع الحلقة الجديدة اعمله عن ايه؟ مفيش حاجة في دماغي بصراحة، الافكار كلها هربانة من دماغي. فهمت. هو ده يعني اللي مضايقك يعني؟ طب ماشي يا سيدي. طيب بص هقول لك، ايه رأيك تعمل موضوع الحلقة النهاردة عن بس هاخد بقى بس سؤال. عن كيفية عمل روت بلو روت، ها؟ ايه رأيك؟ جديدة وفكرة بص اوت اوف ذا بوكس، خارج الصندوق. نعم يا اخويا، روت بدون روت يا اخي، ايدك اتبركت عليك وهي بتولدك يا اخي. ولا بص بقول لك، انا خلاص انا بتكلم معاك، بقول لك ايه، اتبخر انت من قدامي، اتبخر. انا خلاص كده خلاص، انا عرفت انا هعمل انا ايه. يلا طير انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد شيتو، وزي ما شفتوا طبعا بعد السكتش اللي اتعمل في اول الحلقه كده، يعني يا رب يكون كان يعني خفيف على قلبكم وعجبكم يا رب. انا بس بحب اعمل حاجه كده خفيفه، ايه يعني، لو ترسم البسمه بس على وشوشكم. والله بنخش على طول في موضوع الحلقه النهارده، لان موضوع الحلقه النهارده مميز جدا، لان بالرغم من ان هي حلقه بتتعمل مره واحده بس في السنه، لكن هي بتبقى مقربه جدا ومحببه جدا الى قلبي، لان طبعا هي بيبقى ليها علاقه بشهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا، والأمة الإسلامية كلها بخير. يعني أنا بحاول والله في الحلقة دي يعني، أو بكل همي أو هدفي، إن إحنا نطلع من شهر رمضان بأكبر كم من الطاعات ومن الحسنات والثواب. إيه هادي يا مؤمن؟ لأن طبعا ده شهر المغفرة وشهر الرحمة، فكل واحد فينا بيبقى يعني بيسعى وبيدعو ربنا إن ربنا يغفر له ويرحمه ويعتق رقبته من النار، أعزنا وأعزكم الله. طبعا معايا النهاردة إن شاء الله أكتر من كذا برنامج هيساعدنا ان شاء الله ان احنا نواظب على قراءة القرآن وحفظ القرآن، طبعا اذكار الصباح والمساء، وطبعا الصلاة يا جماعة. يعني حتى لو حد فينا مثلا مقصر في صلاته في الايام العادية، سواء ما بيصليش او بيأخر في صلاته، لا احنا ان شاء الله هنحاول بإذن الله في شهر رمضان ان احنا نحافظ على الصلاة بتاعتنا، كل صلاة في وقتها، ده عن طريق يعني طبعا بعد يعني بعد هداية ربنا ان شاء الله، ثم البرامج دي بإذن الله تساعدنا في حاجة زي كده، وربنا يجعله في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم طبعا. بس كده، تابعوا معايا الشرح. طيب يا جماعة، ده أول برنامج معانا النهاردة إن شاء الله، اسمه أي قرآن. تمام، طبعا ده من البرامج الجميلة والمميزة جدا. اول ما نفتح البرنامج الواجهه بتاعته هتبقى بالمنظر ده كده، هنقول له هنا الاو او سماح على حسب لغه الموبايل بتاعك طبعا. تمام كده، هنا هيجي رساله دي نقول له برده هنا الاو. تمام كده. طيب هنا يا جماعه زي ما احنا شايفين البرنامج دي هنا اسامي الصور بس بالانجليزي، عشان نخليها بالعربي هنيجي على الثلاث نقط دمت ونضغط عليهم هنا كده، ونقول له هنا نخش على السيتنج ونقول له هنا Arabic Chapter Titles. تمام كده، ونطلع هنلاقي هنا نلاحظ ان الصور كلها بقت باللغه العربيه. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ايه المميز في البرنامج بقى او ايه الجميل في البرنامج؟ البرنامج طبعا يا جماعه مبدئيا بس هو مدفوع او بفلوس، بس انا هسيب لكم الرابط بتاعه طبعا تحملوه فور فري مجانا طبعا. طيب نخش مثلا على صوره زي صوره الفاتحه مثلا هنا. تمام كده، لو ناخد بالنا يا جماعه في هنا شيخ، اللي هو الشيخ طبعا الشيخ الحصري، وفي هنا المشايخ راشد، وفي السديسي، وفي ابو بكر، وفي هنا عبد الباسط، يعني والغمدي، في شيوخ كتير. تمام، فطبعا كل واحد يشوف ايه الشيخ اللي بيحب يسمع له اكتر. تمام، فنفترض مثلا خلينا في الشيخ الحصري. تمام كده، طيب هنيجي مثلا زي سوره الفاتحه هنا، احنا عايزين بقى نشغلها او نسمعها، هنعمل ايه؟ هنضغط يا جماعه على شكل السماعه هنا ديت، ونلاحظ ان هو شكلها زي مختفي كده، مجرد ما نضغط عليها هيبدا يعمل داونلود للصوره. طب انا واقف بس الاول، هو عمل داونلود للصوره وبدا يشغلها زي ما احنا سامعين. انا اسمع لكم بس التليفون عشان يبقى الصوت واصل. تمام كده، نسمع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
فهو يا جماعه هيبدا هنا يقرا السوره عادي خالص، تمام؟ طيب ده مثلا بالنسبه للشيخ المشايخ، احنا لو مش عايزينه احنا ممكن نغير الشيخ ونجيب شيخ تاني عادي خالص، او قصدي انا اسف الشيخ الحصري، تمام؟ ممكن مثلا نجيب مشاري، لو جبنا مشاري هنا هنلاحظ برضو ان السماعه اختفت لان احنا كنا منزلين سوره الفاتحه للشيخ الحصري، تمام؟ فبالنسبه للشيخ المشاري مثلا نضغط برضو على شكل السماعه هنا كده هنلاقي ايه الصوره، هنلاقي الصوره برضو نزلت وبدات تشتغل تلقائيا، تمام كده؟ تمام. طيب ده كده بالنسبه لسوره الفاتحه. طيب انا يا عم والله عايز انزل مثلا للشيخ المشاري، انا عايز انزل له القران كله، لان لو ناخد بالنا يا جماعه هنا في سوره الفاتحه زي ما احنا شايفين السماعه لونها ابيض هنا، دي كده معناها افهم منها ان انا كده عملت داونلود للصوره ديت، تمام؟ دي كده متحمله عندي على التليفون واقدر اسمعها حتى اوف لاين، مش محتاجه نت او كده. طيب فانما دوت كلهم طبعا زي ما احنا شايفين السماعه غامقه يعني مش متحملين. طيب يا عم احمد انا عايز احمل الصور دي كلها، اعمل ايه؟ بسيطه جدا، هنيجي على اي صوره من ديت من اللي مش متحملين نضغط عليها هنا كده، هو هنا هيجي يقول لي ايه؟ يقول لي داونلود زي الصوره، قول لي يعني انت عايز تنزل الصوره دي بس لوحدها ولا عايز هنا في الاختيار التاني تنزل جميع الصور؟ فانا طبعا لو عايز انزل جميع الصور هضغط الاختيار التاني دوت، هيبدا يحمل معايا كل الصور، تمام كده؟ واقدر اسمعها في اي وقت طبعا اوف لاين من غير اي نت، تمام كده؟ فهو برنامج جميل جدا مميز وفي كتير من الشيوخ، وبرنامج بسيط وسهل وان شاء الله يساعدنا على الاستماع وحفظ وقراءه القران الكريم. فده كان بالنسبه لاول برنامج. طيب تاني برنامج معانا هنا يا جماعه اسمه اي بريك، تمام كده؟ طبعا البلاي ستور مليان متاجر كتيره جدا فيها برامج للاذان والكلام ده كله، بس انا بصراحه يعني البرنامج ده بقاله معايا سنين انا شغال بيه عن اي برنامج تاني. برنامج ميستو طبعا زي ما احنا شايفين ان الواجهه بتاعته باللغه العربيه، احلى حاجه فيه ان بتخش مثلا هنا على الاعدادات، تمام؟ بتيجي هنا مثلا في التنبيهات كده بتيجي تقول هنا مثلا الفجر، اولا بالنسبه لاذان الفجر، تمام؟ يعني هنا في كل الصلوات طبعا، نيجي على اذان الفجر هنا ونقول له احنا عايزين اذان الفجر مثلا لما يدن بصوت الشيخ مثلا مشاري، تمام كده؟ لو خدنا بالنا في هنا يعني الحرم، صوت الحرم المكي، في اصوات كتيره، تمام كده؟ لو قلنا له مثلا بالليل تمام، فهو هيبدا يدن بصوت الفجر بالاذان ده، تمام كده؟ ممكن هنا في اختيار ان انا اقول له يذكرني بقبل الفجر، او يعني اديني ريمايندر كده قبل الفجر بربع ساعه، طبعا ده هيساعدنا في السحور في رمضان، تمام؟ طبعا انا هفعله طبعا في السحور في رمضان قبل مثلا ربع ساعه، لو انت عارفين احنا ايه بنحب نخش نشرب كده بقى على ان احنا جمال بقى وهنخزن الميه وكده يعني، نشرب قبل السحور والكلام ده كله. فطبعا الخصائص دي هتبقى مفيده جدا ان انا قبل الفجر مدن بربع ساعه اشوف لو هعمل اي حاجه بسرعه قبل الفجر مدن عليا يعني، تمام كده؟ في طبعا هنا برضك اوبشن الدعاء بعد الاذان، في تنبيه في حد انخفاض شحن البطاريه برضك لو البطاريه منخفضه انه يعني يدن او ما يدنش. الحاجه الثانيه يا جماعه في هنا الكلام ده كله كان بالنسبه لاذان الفجر، لو جينا برضك لاذان الظهر مثلا ممكن برضك نختار نفس الكلام كله، يعني نختار برضك صوت الشيخ اللي عايزينه يدن في اذان الظهر، تمام كده؟ وبرضك يذكرني قبلها ب 15 دقيقة أو لأ، تمام؟ فكل أذان في نفس الكلام ده كله، تمام كده؟ فده بصراحة برنامج جميل جدا ومميز جدا جدا جدا، وصدقوني اللي هيجربه مش هيستخدم غيره. طبعا هنا هو جايب لك هنا طبعا لو أنت عايز تعرف يعني الصلوات كلها يعني أذانها أو مواعيد الأذان بتاعها بيبقى الساعة كام، طبعا جايب لك الفجر والشروق والظهر والكلام ده كله. فهو برنامج مميز جدا، وفي كمان هنا ممكن تقدر تعمل له ويدجت، تمام؟ لا ممكن تحطه بره على سطح المكتب عندك او الهوم سكرين يعني برضك بره من غير ما تخش على البرنامج، تبقى انت ايه عارف على طول الصلوات مواعيدها الساعه كام، تمام؟ فده بالنسبه للبرنامج الثاني معانا. بالنسبه للبرنامج الثالث معانا، اسمه المسبحه او المسبحه الالكترونيه. يعني المسبحه دي طبعا اكيد يعني معظم الناس او معظمنا عارف هي عباره عن ايه. هي الفكره كلها ان انا هنا بسبح ربنا عن طريق المسبحه ديت، ان انا بضغط على شاشه التليفون، تمام كده؟ يعني مثلا ممكن مثلا ايه اللي هو هنا ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تمام كده؟ او اي اذكار انا عايزها. فالجميل في البرنامج ان هو بسيط جدا، بيحاكي المسبحه اللي احنا بنعلقها في ايدينا الصغيره ديت يا جماعه، اللي شبه الساعه الصغيره خالص ديت، تمام كده؟ في برضو بعض الاوبشنز هنا لو دخلنا مثلا هنا على اللون ممكن نغير لون المسبحه ديت، تمام؟ يعني ممكن نختار اللون ده مثلا نقول له اوكي، تمام كده؟ ونطلع هنلاقيها اتغيرت باللون ده مثلا، تمام؟ في برضو هنا في عداد التسبيح،
ان انا هنا ممكن اقول له مثلا والله انا عايز اسبح 1000 مرة مثلا، واقول له ضبط تمام، فانا اقعد اسبح 1000 مرة، ولما اجيب 1000 مرة هو هينبهني يقول لي انت كده وصلت ل1000 مرة تمام كده. في برضو كنا في الاعدادات ممكن نخش هنا اللي هو الرجاج دي اللي هي الفايبريشن يا جماعه، ان انا لما بضغط على الشاشه مثلا ان الفايبريشن يشتغل او ما يشتغلش تمام. هنا طبعا حسيت الرجاج ان الفايبريشن يبقى قوي او ضعيف. الصوت ان انا لما اضغط على الشاشه كل ضغطه تطلع لي صوت ولا لا. طبعا هنا في اصوات كتيره ممكن نختار ما بينها تمام كده. فيعني هو برنامج جميل جدا بيساعدنا طبعا على ايه، على الاذكار. ده كان بالنسبه للبرنامج الثالث. بالنسبه للبرنامج الرابع طبعا هو يعني اشهر من رائع العالم، بس احنا طبعا بنزل بنشرحه طبعا في كل يعني في اي حلقه ليها علاقه بالبرامج الدينيه لازم نشرح برنامج زي دوت، لان طبعا هو برنامج يعني مميز جدا جدا بصراحه، ما ينفعش يعني الواحد ما يتكلمش عنه تمام. احنا مجرد ما بنفتح الابلكيشن لاول مره هيجي نختار طبعا اللغه العربيه ولا الانجليزي، طبعا نختار اللغه العربيه تمام كده. فبيقول لي هنا انت عايز تبدا من ايه، فطبعا احنا هنبدا من بدايه المصحف طبعا، احنا لسه داخلين يعني عايزين نقرا المصحف او نختمه في شهر رمضان ان شاء الله، هنقول الاستمرار. فمده الختمه طبعا هنخليها 30 يوم يعني يحاكي 30 يوم رمضان، هنقول الاستمرار. هو هنا هيبدا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تمام. هو انا جايب لك اول حاجه طبعا هيجيب لك سوره الفاتحه طبعا، فهيقول لك مثلا ايه اقرا تمام. انا هنا ممكن طبعا هو لو خدنا بالنا زي ان هو عمل لي الصوره كلها، خدت شكل الموبايل كله، لغى لي اي نوتيفيكيشن ظهر فوق او اي حاجه، هو كل همه ان انا افضل بس مركز على الحاجه اللي قدامي دي تمام كده. فطبعا مثلا فرضنا انا قريت خلاص سوره الفاتحه ماشي، هاجي كده مثلا هجيب بعدها سوره البقره، هفضل اقرا فيها تمام. طيب انا مثلا وقفت هنا مثلا تمام، فهاجي هنا كده واعلم له بالعلامه دي كده ان انا وقفت هنا تمام، علشان لما اجي بعد كده ارجع هوريكم ازاي يفتح لي هنا على طول. طبعا البار اللي تحت ده يا جماعه لو خدنا بالنا انا ممكن اقلب فيه في الصفحات تمام، ينقل على طول في الصفحات. انا مثلا نقلت لصفحه 14 اهوت، بس انا ما كنتش واقف هنا، انا كنت عامل مارك على الصفحه الثانيه او الثالثه تقريبا، فانا هطلع باك من هنا خالص، وانا عايز اجي بقى على الحته اللي انا كنت واقف فيها اللي هي كانت الصفحه الثانيه او الثالثه الرابعه حاجه كده يعني، كانت في سوره البقره. هنضغط على الشكل اللي ده كده اللي هو المارك ده تمام، هلاقيه على طول نقلني هنا على طول مطرح ما كنت انا عامل له بوب مارك او عامل له مارك ان انا كنت واقف هنا تمام كده، وابدا اكمل عادي خالص القراءه بتاعتنا. فهو برنامج جميل جدا بصراحه. طبعا البرنامج مليان حاجات تانيه، يعني احنا لو خدنا بالنا مثلا هنا في الاذكار، هنا طبعا في اذكار الصباح، في اذكار المساء، لو دخلنا هنا مثلا ممكن نقرا اذكار الصباح طبعا، كل دي اذكار الصباح نقراها تمام كده. طبعا هي بيقول لك هنا نقراها 3 مرات، اذكار المساء بعد الصلاه، اذكار النوم، الاستيقاظ. طبعا برنامج يعني يا جماعه مميز جدا. هنا طبعا في الفيرس بردك لو انا حابب اخش على طول على صوره معينه بقدر اختصرها على طول واخش منها هنا على طول، صوره مثلا سيدنا يوسف مثلا هيجيبها لي هنا على طول تمام، وابدا اقرا فيها. في هنا في المزيد في مثلا يا جماعه سنن قرانيه اللي هي سوره الكهف، اللي هو مثلا بيقول لك ان سوره الكهف مثلا بتقرا مثلا يعني يوم الجمعه تمام، فهو بيجيب لك الصور اللي ممكن ليها علاقه بالسنن تمام كده. فممكن تعمل برضو بعد ما تختم تعمل ختمه جديده. فهو بصراحه برنامج جميل جدا جدا جدا، وانصح الكل بتحميله ويعني وان احنا نستخدمه دايما يا جماعه، سواء بصراحه كنا في رمضان او غير رمضان تمام كده. فده كان بالنسبه برضو معانا للبرنامج الرابع. البرنامج الخامس معانا هنا اسمه نختم. هو يعني يعني لا هو بصراحه لا فكرته مختلفه عن 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 برنامج ختمه، مش هقدر اقول لك او ختمه مش هقدر اقول لك ان هو نفس الفكره يعني. هو البرنامج طبعا ببساطه يا جماعه هو يعتبر بيخليك زي تقرا القران يعني مش عايز اقول يعني زي غصب عنك يعني او ايه او بطريقه ذكيه يعني، بطريقه ذكيه جدا بصراحه، ويعني ربنا يجازي اللي عمل البرنامج ده خير بصراحه. مجرد ما نفتح البرنامج كده هنختار برضك اكتر من كذا لغه، طبعا هنختار اللغه العربيه تمام، هنقول له هنا نيكست. هنا طبعا اقول له الاو دول الصلاحيات تمام كده. هو هنا بيقول لي ان انا هبدا معاك طبعا باول حاجه بسوره الفاتحه تمام كده. طيب هو الفكره البرنامج يا جماعه عباره عن ايه؟ فكره البرنامج ان انا لو قلت له ابدا الان، هو بيقول لي هنا هو سيتم عرض الايات من الفاتحه بدايه من الايه رقم 1 عند غلق الشاشه وفتحها تاني تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو جيت قفلت الشاشه تمام وجيت فتحت الموبايل بتاعي دلوقتي، هلاقي هنا جالي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم جيب لي اول حاجه تمام. طبعا اقدر اعمل كده تمام واقرا او اكمل يعني بقيه قراءه السوره، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا تمام. طيب انا مثلا وقفت عند الرحمن الرحيم وقفلت، وجيت مثلا قفلت الموبايل تمام وفتحته تاني، هلاقي جالنا ايه؟ مالك يوم الدين. ف
فهي دي فكره البرنامج ببساطه يا جماعه. احنا طول اليوم بنقعد نقفل في الموبايل ونفتحه مليون مره، فاحنا مع كل قفله وفتحه لو قرينا ايه واحده بس يعني نلاقي نفسنا خلصنا صور كتيره جدا على مدار شهر رمضان ان شاء الله. فبرنامج برضو يعني فكرته جميله جدا. في برضو كده زرار البلاي ده لو ضغطت عليه هيقرا لك الكلمه اللي او اللي انا اسف هيقرا لك الايه اللي موجوده. يعني نسمع كده. مالك يوم الدين زي ما احنا شايفين يا جماعه، عشان مثلا لو في ايه احنا مش عارفين نقراها او حاجه هو هيقراها لنا. فده كان بالنسبه للبرنامج الخامس معانا النهارده. طيب يا جماعه، البرنامج السادس معانا النهارده برنامج اسمه اسكاري. البرنامج ده برضو من البرامج المميزه جدا والقويه جدا. البرنامج ده يعني هو انا حد ما فتحته بيقول لي باقي 6 ايام على رمضان. طيب البرنامج يا جماعه احلى حاجه فيه مبدئيا كده، احنا لو دخلنا هنا على قران البرنامج يعتبر شامل حاجات كتير قوي. لو دخلنا هنا على قران هيجيب لك هنا طبعا كل صور القران تقدر تقرا فيها اللي انت عايزه، تمام كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو دخلت هنا مثلا على اذكار المسلم هنلاقي هنا برضو في اذكار الصباح واذكار المساء، وكل دي اذكار تمام جميله جدا ممكن طبعا نقولها طبعا. لو دخلنا هنا على المزيد هنلاقوا هنا يا جماعه مثلا في المذبحه الالكترونيه، مثلا ان انا هنا مثلا في سبحان الله وبحمده ان انا مثلا اجي هنا اقولها 33 مره تمام، مجرد ما اضغط ادي كده مثلا 1 2 3، بس طبعا مش بضغط وخلاص، لا انا بقول يعني اقول سبحان الله وبحمده، اقوم جاي ضغط مثلا ضغطه سبحان الله وبحمده، اضغط الثانيه كده يعني تمام كده لحد ما اجيب 33. لا حول ولا قوه الا بالله، بالتالي يعني ايه طبعا، وهكذا كل الحاجات اللي انا ممكن اقدر اقولها او اذكار اقدر اذكرها يعني تمام كده. في تاني برضو كده اسماء الله الحسنى، هو بيجيب لك اسماء الله الحسنى تمام كده. في هنا اذكار المسلم احنا لسه قايلينها تمام، بس دي بقى اذكار المساء والصباح والكلام ده كله. لو رجعنا خش على المزيد تاني. في هنا البوصله بيجيب لك البوصله طبعا، لو انت طبعا بتديله هنا الاعداد بتاعت اللوكيشن بتاعك اهو، بتخش تقول له يعني بتديله الصلاحيه للوصول للوكيشن بتاعك، هو يبدا يحدد لك اهو مكان البوصله بتاعتك تمام كده. ف يعني هو برنامج جميل جدا جدا، في يعني يعتبر شامل اكتر من برنامج في برنامج واحد. فكده حتى لو خدنا بالنا تلاقي فوق طلعت لنا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، فدايما هو بيذكرك. وبرنامج جميل جدا بصراحه. ده كان بالنسبه للبرنامج السادس معانا. البرنامج السابع معانا هنا يا جماعه برنامج اسمه حقيبه الصائم تمام كده. برنامج جميل جدا برضك. هو هنا مثلا مجرد ما نفتحه بيقول لك مثلا انت ورمضان تمام كده، هنا بيقول لك نصائح في رمضان، يعني احرص على ان يكون هذا الشهر المبارك نقطه محاسبه ومش عارف تقويم لاعمالك والكلام ده كله. يعني في نصائح جميله جدا بصراحه، ارجو ان احنا كلنا نقراها، جميله جدا. انا قريتها بصراحه حاجه تحفه. ده بالنسبه لكله ايه اللي هو انت ورمضان تمام كده. لو رجعنا ورا لو جينا هنا مثلا صحتك في رمضان تمام، لو دخلنا هنا هو هنا بيقول لك ايه طرق التغذيه الرمضانيه السليمه، لان طبعا احنا عارفين كلنا في رمضان بيبقى ايه، بنيجي ساعه الاذان اذان المغرب يعني بنقعد ندبها حدث ولا حرج يعني. انا من البلد ده، انا من البلد. فهو طبعا هنا بيعرفك ازاي تاكل وازاي تصوم وتشرب ميه ازاي طول اليوم الكلام ده كله، والتمر والحليب وتاخير السحور. ففي حاجات حلوه جميله جدا بصراحه. وفي هنا فتاوي في رمضان، دايما ساعات بيبقى في عندنا اسئله اقول مثلا هو انا يعني في ناس مثلا يقول لك انا لو عملت كذا ده كده يفطرني ولا ما يفطرنيش الكلام ده كله. فمعظم الاسئله الشائعه موجوده هنا وموجوده اجاباتها. الحاجه الاخيره حاجه بقى خاصه يعني باخواتنا البنات وامهاتنا، حاجات يعني جزء خاص بالنساء وكده. تقدر طبعا النساء تخش وتتصفح الكاتيجوري ده او الجزء ده، هتلاقي في حاجات هتناسبها ان شاء الله. وبس كده يا جماعه، بكده نكون نهينا حلقه النهارده ان شاء الله بسبب برامج دمت. يعني لو عجبتك الحلقه ما تبخلش عليا انك تدعمني باللايك وتعمل شير. اهم حاجه يا جماعه في الحلقه دي بالذات اعملوا شير يا جماعه، انتم كل ما تعملوا شير انا هاخد ثواب وانتم برضك هتاخدوا ثواب، لان الحلقه كلها يعني هي هدفها والله هدف ديني. فيعني ما تبخلوش انا باللايك والشير تمام. شير اهم حاجه يا جماعه، شيروا الحلقه دي ادوها لكل اصحابكم كل قرايبكم. زي ما بقول لكم يعني انا مش الوحيد اللي هستفيد، انا هستفيد واي حد هيستفيد ببرنامج من ده هيكون انت السبب فيه، انت برضك هتستفيد. فعشان كده بقول لكم شيروا الحلقه في كل حته، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه. طبعا لينكات البرامج دي كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف، لو حد عنده اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم واحد واحد ان شاء الله. انا بقرا كومنتات الناس كلها. وكان معاكم اخوكم احمد شيتو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.